السلام عليكم شكرا بس منذ تاريخ ديال الاتفاقية اللي تسير الاتفاقية فالشركة تم الحصول على شهادة التخصيص من طرف موسى الحصول على شهادة منشور الديوروبي في رأس المعتمد تم إنشاء واحد العلامة التجارية ديالها On a sur soi la distillation des 200 kg ou la 60 ou la 150 kg. Donc l'avantage c'est qu'il y a plusieurs types de capacités. On a sur soi la distillation des 200 kg ou la 60 ou la 150 kg. Donc l'avantage c'est qu'il y a plusieurs types de capacités. التنظيم ديال الدورة التكوينية والتقديرية، التسليم ديال المنتوج اللي دوي على الملوك في شهر الملوك، الماتيريال ديال الطرافاي ديال الوصول دونك شي زيما دوزو كروس الماتيريال ديال السيمي دونك سيمي ديريكت باش نشوفو دونك و دو بتي ماتيريال بور لا ريكولت دونك باش ما يخدموش غير شهر ويحبسو دونك توت لاني هاد الشباب هادو غادي يبقاو خدامين الوزير مرحبا بالزياره ديالو علينا ان شاء الله نتمناو ان شاء الله تكون عندها حمص من البلد ديالنا ان شاء الله في المدينه شحال انتم في التعاون سبعه هذا الشيء كي داير مزيان مزيان الحمد لله مزيان شحال غادي تقول الكيلو شحال يعطيك 80 كيلو في النهار وشحال خصك تدير ديال الزريعه جوج كيلو تقريبا جوج كيلو في البلاط تقريبا يعطيك 80 كيلو شحال من البلاط واحده كامله 60 كيلو في السيمانه في الاسبوع كتاكل 60 كيلو في الاسبوع تعطيك شحال كتعطيك 80 كيلو ديالك 80 مضروبه في السعر ياك في السعر اليوم زيارة ميدانية لأقاليم ديال إفران وصفرو
للتتبع والاطلاع على الاوراش والمشاريع ديال استراتيجيه الجيل الاخضر اللي طلقها سيدنا الله ينصرو في 2020. البرنامج الجهوي ديال استراتيجيه الجيل الاخضر بواحد الميزانيه ديال 34 مليار ديال الدرهم، واللي فيها 12 مليار ديال الدرهم مساهمه من الدوله. والاقليم ديال عفران واقليم ديال صفرو عندهم تقريبا مليار ديال الدرهم لكل اقليم في يعني طيله استراتيجيه الجيل الاخضر. اليوم اطلقنا مشاريع غير مهمه ديال تخمين المنتجات النحليه والمنتجات الفلاحيه بصفه عامه، يعني اللي عندها واحد الوقع مهم جدا على المدخول ديال الفلاحه والمستفيدين. وعندنا كذلك يعني توزيع ديال المعدات الفلاحيه على المستفيدين، وعلى وخلق تعاونيات خدماتيه للشباب خصوصا. عندنا كذلك محور جد مهم نتاع التهيئه للهضره الفلاحيه، واللي كتهم السقي الصغير والمتوسط، واللي كيخلينا باش نمشيو للتحديث ديال هذا المنظومه لاجل الاقتصاد في المياه ديال السقي، وكذلك التثمين ديال الماء والرفع من الانتاجيه. عندنا كذلك برنامج جد مهم ديال فك العزله على هذا الاقليمين، واللي يعني اعطت واحد الدفعه كبيره للديناميه الفلاحيه وتسويق ديال المنتوج الفلاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. فكنتواجدوا في مركز الاستشاره الفلاحيه عين اللوح، اللي كيشهد زياره ديال السيد وزير الفلاحه رفقه السيد والي الجهه، وكذلك عامله افران. هذه الزياره هذه كتدخل في اطار مجموعه من البرامج ديال التنميه الفلاحيه، كتدخل في اطار مجموعه من البرامج ديال الشراكه مع تعاونيات اللي كتهم منتوجات العطريه والطبيه، اللي كتهم كذلك منتوج الكرز، واللي كتهم كذلك توزيع مجموعه من الاليات الفلاحه. الاستشاره الفلاحيه الدور ديالها هو المواكبه، هو التكوين التاطير. وهذه البرامج كتدخل في اطار واحد الاتفاقيه ديال الشراكه مع هاد التعاونيات هادو، اللي غادي يشتغلوا في هذا الفضاء هذا اللي هو فضاء ديال الاستشاره الفلاحيه، من اجل المواكبه ديالهم، من اجل التاطير ديالهم، من اجل تقويه يعني التدبير المؤسساتي لهاد التعاونيات هادو، اللي الحمد لله يعني كاين نتائج طيبه جيده. وبهذه المناسبه كذلك بغيت نشكر الفلاحه والفلاحات اللي في الحقيقه كينشطوا في اطار هاد البرامج هادو، اللي كيدخلوا في اطار برنامج واستراتيجيه الجيل الاخضر 2020-2030 اللي كتحظى بالعنايه المولويه الساميه. شكرا. اليوم الزياره ديال السيد الوزير مع السيد عامل اقليم افران وسيد الوالي كيقوموا بتفقد ديال مشاريع جد مهيكله في الجهه ديال فاس مكناس، مشاريع اللي كتهم بالخصوص التثمين ديال المنتوجات الفلاحيه العطريه والمنتوجات الفلاحيه، وايضا يعني التقدم ديال الاشغال ديال الجيل الاخضر في اقليم افران. المشاريع مندمجه اللي كتعرف مجموعه ديال الدعم ديال التنظيمات المهنية، تعاونات شبابية من أجل للشغل، وأيضا يعني مشاريع فلاحية مرتبطة بتنمية الأشجار المثمرة، وأيضا تنمية طبيعة المواشي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.